لهجر الدنيا واخليها عشانك، من هو يستاهل لاجل ياخذ مكانك؟ لهجر الدنيا واخليها عشانك، من هو يستاهل لاجل ياخذ مكانك؟ اجين 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 اجين. سمعنا شيء ثاني. تأكد من النكبة اللي طلعنا إبراهيم. يلا. شاركنا. يلا. عطني ذكرني شيء شيء. أصبري يا عين. أصبري يا عين لا تبكين. لا تبكين. هذه الحالة هذه الحالة ما شاء الله تبارك الله. ما على وجه البسيطة شين. يلا يلا شباب، نعتذر نعتذر. 1 2 3 اكشن. اصبر اصبر اصبر. عبد الله عبد الله خطير. عبد الله سمينا شيء ثاني نغنيها بس نبغى شيء يمكن يعني ما بيقول لك يعني شيء يحرك الشباب كلهم، لكن نبي شيء له صدى حلو كذا. انا البارحة ممسيت والمسلمين رقود، الله حسبي على من كان هذا من اسبابه. أنا البارحة ممسيت والمسلمين رقود، حسبي على من كان هذا من أسبابه، هذا من أسبابه. طيب طيب بيلها يا أخي لا توقف يا اخي لا توقف، والله اطربنا اطربنا اليوم والله والله يعني نبي جلسه كذا يعني نبي شيء جيبه معليش بس نبي شيء يشنف اسماعنا صراحه. انا ما قلت يشد الاسماع، قلت يشنف اسماعنا. ما انا ما عرفتها بس اتوقع انها كويس. يشنف وش؟ يشنف ويش؟ يعني شيء زي كذا. ابو عمر سؤال. يلا عبد الله فيصل يقول يشنف ويش؟ اطرب عشان يشنف ويش؟ يشنف اسماعنا يعني كيف يعني؟ الله عمر لعلك لعلك يشنف. هذه مصطلحات يا شباب يعني لازم تعطيها مصطلح كذا، مصطلح من هنا، مصطلح أروقة هذه القناة يعني شيء زي كذا. ايوه اصبر. عطنا شيء نبي شيء سيف. اخ بس نبي صدى. الشيخ قاعد يحث على الايمان. عطنا شيء حلو يعني. طول في يحث على الايمانيات مره. نبي نسمعها كذا، كانت طويله كذا وكانت حلوه. لا لا حبيبي يا ليالي قصدك كيف تبي هذا شو اسمه؟ يا ليالي يا ليالي يا ليالي. لا لا ما يمكنها فيها مشكله. عطنا شيء حلو. ما فيها مشكله كل شيء. حياك الله. خانني يا ناس خلي بعد عشرتنا الطويلة، من نواب الحب قتلي والبكاء في كل ليلة. هذه لكم إذا ودعتكم اليوم. يا ليالي يا ليالي قالوا إن الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي؟ يا يا ليالي يا ليالي بعد كل اللي حصل لي، يا بشر روحي عليلة والأسى والهم حولي والبكاء في كل ليلة. يا سلام يا سلام. نرجسية صف لنفس خامة صوتية يا حبيبي. يا ليالي يا ليالي
يا ليالي خبريهم اللي قلبي ما نسيهم استلم خبر الظالم بحالي يا ليالي.